السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله غادي نديروا معكم واحد الزواقه اللي كتجي في الكميمات، كتجي في القب خفيفه. هانتوما شفتوا معايا يعني جا هنايا خدمتها، بديت انا غادي نوريكم الشرح ديالها. بسم الله، حنا دابا كنديروا ثلاثه سلسلات، يعني بحال كنبداو بثلاثه سلسلات بحال هكا، واحد جوج ثلاثه، كنفوت هذه اللي فيها هاد العين وكنجي الثانيه وكندير عمود بحال هكا، كندير ثلاثه سلسلات اخرين وكنجي هنا وكندير واحد، كنضرب في هاد العمود جوج سبعه الاعمده، ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعة، حنا كملنا هاد السبعة كيجيو هنا، كنفوتو واحد هنا في هاد الحبيك اللي فات درناه معاكم شحال من مرة، كنفوت وحدة ثانية، كندير غرزة حشو بحال هكا كتجي، كنفوت هادي وكندير ثاني غرزة حشو، كنجي هنا ندورو الخيط على يدينا باش كتزكى، كندير ستة سلسلات، كندور الخدمة كندير ستة سلسلات، كنجي للقنت ديال هادي هنا وكندير غرزة حشو بحال هكا، كنعاود ندور الخدمة، كندير واحد جوج ثلاثة سلسلات نرتفع بيهم، كنجي لهاد السلسلات اللي درت ستة وكندير واحد عمود جوج عمود، كندير سلسلات ثلاثة وكندير غرزة بيكو بحال هكا، كندير ثاني جوج عميدة اخرين، بحال هكا وكندير غرزة بيكو، يعني بحال كندير أربعة ديال غرزة بيكو، جوج غرزة بيكو جوج غرزة بيكو، كنزيدو مني كنديرو دوك أربعة كنزيدو جوج لتحت فوق هادوك الغرزة البيكو، يعني بحال كتكون هنايا جوج أربعة ستة ثمانية عشرة، هاديك اللي خدمنا الآخرين ما كنديروش غرزة بيكو، كنحسبو هادي واحد جوج ثلاثة أربعة، كنديرو غرزة حشو، كنزيدو الثانية تاني كنديرو غرزة حشو، هاهي دابا تبنات اللولة، هانتوما شفتو معايا كيفاش دايره، أنا غنزيد باش نفهمكم، واحد جوج ثلاثة، كنخليو هادي وكنديرو هنا عمود، كنديرو ثلاثة سلسلات وكنديرو سبعة ديال الأعمدة بحال اللي درنا في الأخرى بحال هكا، أربعة خمسة ستة سبعة، حنا كملنا هاد التحتانية، كنفوتو واحد جوج وكنديرو غرزة حشو، كنزيدو تاني غرزة حشو وكندورو الخدمة بحال هكا، كنديرو ستة سلسلات وكنديرو هنا غرزة حشو في القنت ديال هاد الضريس اللي درنا، كنديرو تاني ثلاثة سلسلات كندورو الخدمة وكنرجعو كنخدمو جوج غرزة بيكو بحال هاكا، عاوتاني جوج أعمدة وغرزة بيكو، جوج ثلاثة لي غرزة بيكو دائما كديري ثلاثة سلسلات، إلا كان الخيط رقيق كديري أربعة باش كتجيك باينة شوية،
نتوما البنات كيفاش جات. وإلى عجبكم الفيديو تابعونا معنا وما تنسوناش من لايكات، والسلام عليكم ورحمة الله.